السلام عليكم اخواني اخواتي لاباس عليكم صحتكم لاباس كنتمنى لا فيديو اليوم اكيد تلقاكم في اتم الصحه والعافيه بسم الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين قبل ما ندخل معكم في التفاصيل هذا الفيديو بغيت نعتذر منكم اليوم ما درت لكمش لايف حتى لغدا ان شاء الله حسيت براسي عيانه المهم نتوكلوا على بركه الله وندخلوا في التفاصيل هذا فيديو اليوم هذا لابارتمون هادي كنت ديجا نزلتها لكم ماليها نقصوا الثمن ديال لابارتمون كيما كتشوفوا معايا لابارتمون ديالنا جات في الكاطريام ايطاج لابارتمون ديالنا المساحه ديالها 92 متر كاري على الدخله كنلقاو الصالون ها انتما كما كتشوفوا لابارتمون ديالنا مصلوحه مزيان على الدخله كنلقاو هاد لو هول هنايا السيده دايبه فيه البلاكار ديال الصبابه دايبه فيه واحد الكريسي المهم ها انتما كما كتشوفوا معايا لابارتمون مصلوحه مزيان من ناحيه الصباغه من ناحيه القابس من ناحيه كل شيء فيها 92 متر كاري فيها صالون سيجو وثلاثه ديال الغرف غتسولوني فين جات كما قلت لكم جات في الكاطريام ايطاج العمارة فيها السنديك العمارة سيكوريزي فيها لاسانسور هذه الإطلالة ديالها جات في موقع استراتيجي جات في العزيزية قريبة لملعب طنجة الكبير العزيزية جات في الظهر ديال المجمع الحسني يعني الموقع ممتاز قريب لك السوق قريب لك سوق القرب قريب لك الجامع قريب لك المدارس وابتدائية إعدادية ثانوية قريب لك المحطة الطرقية على رجلك يعني قريب لك كل شيء عندنا هنا كما كتشوفوا هذا السيجور حتى هو تبارك الله الصباغه مصلوح مزيان ها انتم كما كتشوفوا معايا داك الشيء الخشب هذاك الشيء الخشب هذاك مصايب على اليد ها انتم كما كتشوفوا الدار كلها تبارك الله بالخشب مصايب على اليد بحكم ان صاحب هذه الشقه هو اللي كيدير النقش على الخشب ها كيما اي حاجه كتشوفوها هنا هاد الخشب راه هو اللي مصايبها هنايا راه مصايبين هادي بحال شكل تاع حجار الشكل هذا صراحة الدار كبيرة واسعة مصلوحة ممكن غير صباغة الصباغة حيت كل واحد كيدير على حسب ديكور ديالو الصباغة دي كيما ممكن ديو لها بابيي بان كيما كتشوفو هادي هي الغرفة الأولى راها مشمشة بيت تبارك الله فيها جوج فراشات وعاد البيت باقي واسع كبير انا غنوريكم الاطلاله ديالها راه نفس الاطلاله ديال هاد الغرفه كالاطلاله ديال الصالون العيما راه زوينه مكالميه ما فيهاش صداع انا عافعكم. كلكم كتساينو الثمن وانا غنقول لكم الثمن تندخل الكوزينه هذا هو البيت الثاني تا هو نفس الشارع هاد لابارتمون صراحة اللي بغا ياخدها ك- كاستثمار ماشي يسكن فيها كاستثمار الناس اللي كيقلبو على الاستثمار ممكن أنكم تاخدوها كاستثمار بحكم أن كأس إفريقيا قربات وكأس العالم قرب يعني كاس كاستثمار في ديك المنطقة فيها الملكة المزوينة هادي الغرفة الثالثة كما كتشوفو معايا الغرفة الثالثة كبيرة هي كيما قلت ممكن تاخدوها كبلاصة للاستثمار راه مزيان غدخل عليكم فليسات هذه الاطلاله الغرفه الثالثه وسط العماره باتيو لا هي للكوزينه ها انتما كما غادي تشوفوا معنا والدار كامله راه مضويه والله يجزيكم الخير اللي وصل معنا حتى لهاد اللحظه ما ينساش يدير لنا اللايك وبارطاج لا فيديو ويكتب تعليق ما غيخسر والو يكتب لنا تعليق لان مؤخرا بداو كيتواصلوا معايا الناس كيقول لي اول مره كطلع لي القناه ديالك علاش ما كانش كطلع لي من قبل قلت ماشي الخطا ديالي ان الناس اللي كيشاهدوا كيشاهدوا لا لا فيديو بالزربة ولا ما عرفتش كي ما عرفش اليوتيوب ما كيقترحهاش هذا هو الحمام كيما ممكن هذا الحمام تحيدوا ليه راه فيه التنفيسه ديالو كيما ممكن تحيدوا ليه داك البنوخ وديروا حمام كما كنقولوا حنايا دابا بحال اللي دابا كاين يوميا حيت صراحة بين لابينوار كت كتاخذ اسباس كبير وكذا كذلك الضي ضيع الماء هذه هي الكوزينه كما كتشوفوا معايا كوزينه فيها بالكون بالنسبه لثمان ديالها كانوا كيقولوا فيها سبعين مليون دابا طيحوا الثمن سبعة وستين مليون مع شويه د المفاهمه الثمن سبعة 67 مليون مع شويه المفاهمه تال فيها راه فيه اتساع نعاود ندير لكم واحد الخلاصه لابارتمون ديالنا فيها 92 متر كاري فيها صالون كوزينه ثلاثه البيوت وسيجور وحمام اعزكم الله الثمن اللي كيطلبوا فيها ماليها 67 مليون مع شويه المفاهمه بالنسبه الحي راه هادي ومكان وكالم وفيه جميع الوسائل ديال اللي كيقلب عليها اي حد بالنسبه للجامع المدارس سوق القرب آه كل شيء الامان كل شيء كل شيء كاين وكذلك آه ممكن انك تاخذها كاستثمار المهم هذه هي الشقه ديالنا هانتوما كما كتشوفوها الشمس راه ضربها كتضرب فيها الشمس العشيه آه غنخلي لكم رقم التليفون اللي بغاها يتواصل معايا ومرحبا والف مرحبا للجميع ما تنسوناش باللايك وبالبارطاج وشكرا لكم ومرحبا بكم واللي عنده شي حاجه للبيع يتواصل معايا مرحبا و الف مرحبا وعلى راس العين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته